كوينس من مقيمين في برشا دول في العالم في علاقة باستطلاع الجوازات السفر متاعهم في كل مرة تصير تعطيلات احنا والسفارة احنا والدولة احنا والبلد. اليوم باش نمشيو لإسبانيا رغم انه اللي نلاحظوه بالنسبة لسفارة تونس في إسبانيا هي من السفارات الناشطة الحقيقة واللي حتى كي حكينا على الكوميونيكاسيون وحكينا على السفارات شنو قاعدين يعديو وما يعديوش يهبطوا ما يهبطوش على باجيتهم فما أنشطة فما بارتاج فما خدمة على صورة تونس على المنتوجات التونسية ولكن فما إشكالية في علاقة بالجوازات السفر منهم المواطن محمد مزين اللي يعيش في إسبانيا واللي ما نجمش يتحصل على جواز السفر بتاعه عنده فترة وما عنده حتى إجابة. هذا اللي بنشوفوه في وقته الآن. في وقته معنا مباشرة محمد مزين اللي يعيش في إسبانيا. صباح خير ونهار زين محمد. صباح الخير ورمضانكم مبروك إن شاء الله كل عام وانت حي ألف خير يا ربي. محمد أنت قديش ليك مقيم في إسبانيا؟ شوف أول حاجة لقب بن زايد. بن زايد به أنا توا في إسبانيا عندي تقريبا 4 سنين. أي وقبل إسبانيا كنت مقيم في المغرب. في المغرب ما كانش عندي مشكل نمشي للسفارة نخرج الباسبور متاعي في نهار داكوغ لتجديد الجواز ماكسيموم صحيح ماكسيموم 15 دقيقة 20 دقيقة يحضر الباسبور سي بيان يحضر الباسبور لهنا المشكل بدا المرة الأولى مع ولدي 3 شهور 4 شهور قلنا مش مشكل وقت هذاك متاع كورونا نجم يتعطل نجم كذا ما ثماش مشكل. أنا المرة هذه توا أنا دافع باسبوري عندي توا أكثر من 4 شهور. أي الدوسي مكتمل في الأوراق الكل المطلوب الكل شوف أنا شوف المشكل مش في السفارة. السفارة نقول لك راهم معناتها يتعاملوا معنا أحسن معاملة باش كل واحد ياخذ حقه زيدا ما نظلموا حد. ما لوين الاشكال نتاعك محمد؟ السفاره تو مثلا انا نسكن بعيد برشا على المنطقه على على على, على مدريد. نتصل بالسفاره يسهلوا لي المدي انا نبعث لهم الاوراق نبعث لهم الفلوس نبعث لهم اللي لازم الكل الملف نتاع اي حاجه نحب نستخرجها وهما يرجلوا لي الاوراق ويعاودوا يبعثوهم لي داكوردو. اما يبقى ديما المشكل باش تتحصل عليهم في السفاره. انت وزهرك نجم تبقى شهر كامل تطلب فيهم تتحصل عليهم مره واحده داكوردو معناها نهارت اللي تتحصل عليهم يحلوا لك الاشكال نتاعك مي سينو يقعدوا برشا باش يجاوبوا صحيح. وبالرغم من هنا راهو التليفونات بلاش معناتها كي باش تطلب راهو بلاش ما يخلصوش معناتها تخلص كيما نحن نقولوا عندك على التليفون 10 اورو تحكي به كيما تحب انت لاي بلاصه تحب فيها تليفونات بلاش. تو عندي المشكله هذايا نتاع الباسبور وين معطل ما قالولكش وين معطل الباسبور ما قالولكش علاش بتاع هكا كيف نكلمهم كيف نتحصل عليهم ما عندهم حتى معلومه شو ما هما يقول لك نحن الباسبور بعثناه لتونس اسال في تونس إيه في تونس سامحني انا شو مش نسال انا يقولوا لك انت اسال في تونس صحيح فهمتني اسال في وزاره الخارج في وزاره الداخليه او النومرو او النومرو الارساليه وكلم وزاره الداخليه حاولت انت تتصل بوزاره الداخليه وزارة الداخلية خسرت 70 أورو تليفونات مازلت كيف خلصتها طبعا عندي 3 أيام الفاتورة جوست متاع تونس تاع تونس مكالمات وزارة الداخلية يجاوبك ويعديك النميرو فاكس ويقول لك استنى وانت تضرب 10 دقائق 15 دقيقة وانت راكب مع نميرو فاكس يجاوبك ويعدي لك التليفون يقول لك استنى وبش نعديك وتبقى تستنى وما يجاوبك حد
يا سيد جاوبني، قال لي ما عنديش الحق انا باش نعطي اي مواطن اي معلومه. بالضبط، خاطر بالتليفون شكون قال لي انت هو معناها ديجا معناها ما يبقى فيريفي. اي انا توا هذا راهو معناها انت في الوضعيه هذيا عندك توا تقريب العام، ما لقاولك شي حل؟ انا توا عندي تقريبا نقول لك 4 ملي مشى لتونس. ما نحكيوش ملي من نهار اللي انا بعثت، نحكيو من نهار اللي بعثته السفاره لتونس. السفاره بعثته لتونس من نهار 9 ديسمبر، قريب 4 شهور. وثم اولاد اخرين يسكنوا لهنا بحذايا كيف ال معناته، ونحكيو في المشكله كيف. ثم الناس عندها ناس عندها 8 شهور داكوغ، معناها مشكلة انت مش كان انا. بيه محمد، احنا اليوم حبينا ناخذوك كمثال، لانه المرات الاخرانيه احنا بالزهر الجمعه هذه حكينا ياسر على السفارات التونسيه في الخارج وعلى الانشطه نتاعهم واعمالهم وكل شيء، فجاونا برشا تعليقات من المواطنين في علاقه باستخراج الجوازات، الوثائق، في علاقه زاده بعدم الاجابه على التليفونات، لانه الناس تبدا ساكنه بعيده ياسر على السفاره، مقر السفاره، فما ينجمش على معلومه باش يقعد يتنقل على عين المكان. دونك لازم باش تكون انا بعيد عن السفاره تقريبا 850 كيلومتر. تصور انت معناها على معلومه واحد يقعد يعمل 850 كيلومتر باش يمشي. صحيح 850 كيلومتر، الا باش نمشي، الا باش نمشي بكرهبتي باش نخسر على القليله 250 اورو. الا باش نمشي الترونسبور على القليله لازم تنعدي 3 ايام. مش معقول. محمد احنا صوتك وصل، هذا أقصى ما نجمو نعملوه، باش نحاولوا زادة بدورنا نتصلوا بسفارة تونس بأسبانيا بسيدة سفيرة فاطمة العمراني الشرفي، سفيرة الجمهورية التونسية بمدريد، اللي نحييوها على الأقل، لأنه كي نشوفوا الأنشطة على الباج فيسبوك الحقيقة فما شوية خدمة قاعدة تقوم بها اللي هي مهمة. تفضل. نتبع الفيسبوك وراه السفارة هنا نتاع أسبانيا، سفارة تونس في أسبانيا هنا راهي تخدم مش ما تخدمش، راهي تخدم. وكيف نتحصلوا عليهم هذا الوقت اللي نتحصلوا عليهم؟ راهم معاملة باهية، ويفسروا ويقول لك شنو اللي لازمك وشنو هو كذا. واضح. أما أنا نتصور المشكلة هذه نتاع الباسبورات، نتصور أنا راهي تخرج عن نطاق السفارة، خاطر كان جات تما. شوف إجا فسر لك حاجة يا محمد. نعم. أنتم الفيزافي نتاعكم كمقيمين في الخارج هي السفارة نتاعكم، معناها كان حاجة مثلا متعلقة بوزارة الداخلية، أي إشكال السفارة هي اللي مطالبة وأنها تمكنك من المعلومة وتقول لك شنو هو الإشكال، باش واحد يعرف روحه واش عنده وما عندوش. إذا هو المطلوب. دونك شوف أختي تو مثلا ونختموا محمد. سامحني زوز كلمات. الناس هنا حارقين. ايه. ووصلوا باش يدفعوا اوراق. ولازم الباسبور يكون باش يدفع اوراق. والناس متعطله. وي. فهمتني؟ انا عندي زاد اوراقي لهنا تاع الاجانب. باش نعاود باش نجدد اوراقي باش نجم. انا معناتها حبيت نهبط نعدي رمضان في تونس. وما سهلش وما نجمتش. باهي محمد صوتك وصل، شكرا لك على التيمونياج نتاعك، انت تمثل فئه كبيره من التوانسه اللي في الخارج اللي عندهم برشا اشكاليات في علاقه بجواز السفر. مانيش غلطه امال، معناها هما كمواطنين مقيمين في الخارج الفيزافي نتاعهم هما السفارات والقنصليات نتاعنا، معناها هو كي باش يطلب وزاره الداخليه من بلاد لبلاد، وزارة الداخلية باش تعرف اللي هو المعني بالامر هذاك، معناها دونك السفارة هون يتمكنوا. هذه الخدمة كلها نتاع السفارة نتاع الاعضاء نتاع الموظفين الموجودين، البعثة الدبلوماسية الموجودة في السفارة. هو شنو الهدف راهو نتاع السفارة والقنصليات؟ هي تسهيل مهمات المواطنين التوانسة اللي موجودين خارج تونس. اذا كان التونسي باش يولي هو يضطر انه يتصل بوزارة الداخلية للحصول على الباسبور نتاعو، لهنا سؤال مال علاش موجودة سفارات خارج تونس؟ السفارة راهو هو الدور نتاعها باش تسهل حياة التونسي، باش تكون إلى جنبه في كل شيء. صحيح أنه احنا لاحظنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك نشاط متميز للسيدة السفيرة، لكن النشاط هذايا ماذا بينا زاد يكون عطيني شؤون الجالية التونسية المقيمة بالخارج قبل كل شيء. بالضبط هذا قبل هو كل شيء. وما فيها بيس راهو من تبارك الله، نتصور برشا موظفين راهو يخدموا في السفارات. أكيد. موظف ولا موظفة
موجود تليفون باش يجاوب على المواطنين أي. لانهم يبداو في من بلاصه لبلاصه معناها بعاد ياسر على مقرات السفارات، فابسط حاجه وانه يجاوبوا العبيد معناها فما حاجات ديكا اورجون لازم باش نوفر له المعلومه من لزوج، وانه باش يتنقل ينجم ظروفه ما تسمحلوش باش يتنقل تتكلف له برشا فلوس باش يتغيب على العمل نتاعو، فابسط حاجه وانه نحطوا شكون على ذمه المواطن التونسي المقيم بالخارج باش نجاوبوه. عموما نحاولوا ان شاء الله من هنا نهار الاثنين نرجعوا لسفارة تونس بمدريد تحديدا في اسبانيا، وناخذوا باذن الله كل المعلومات كانت هذا في وقتها.